الدوري الإنجليزي، الدوري الإنجليزي بالنسبة لي أنا الدوري المفضل، الدوري بكل لعب وحركات، ويعني تحس إن مفيش فيه حاجة مضمونة، كل الفرق بتلعب حلو، المنافسة فيه بتكون بين في الأول بتكون ما بين 4 أو 6 فرق، بعد كده تلاقي فيه فريقين بس هما اللي بيتنافسوا على اللقب، وده بيبقى في الآخر خالص، وعادي جدا إن الحسم بتاع اللقب بيبقى في آخر دقايق من آخر المباريات في الدوري. بس ايه لازمة المقدمة الطويلة دي بقى؟ انا هقول لك، تشيلسي الموسم دوت كان متوقع ان هو يكون فريق بينافس على اللقب من اول الدوري، عمل صفقات حلوة، جاب ستيرلينج من مانشستر سيتي وكوكوريلا وجاب كوليبالي وغيرهم طبعا، اللي حصل اللي هو خلاص احنا دعمنا كل الصفوف، اللعيبة دي بقى فعلا مستوى عالي وتشيل اي فريق، قوم ايه الفريق يتهزم ماتشين لوز، واحد منهم قدام ساوثامبتون اللي عمل اداء ممتاز جدا ويستحق التحية، وقدر ان هو يكسب تشيلسي 2-1. الهزيمة دي مش عارف ليه مخليني شبه متأكد ان ايام تواخين المدير الالماني لنادي تشيلسي في لندن بقت قليلة قوي. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل. وعلى سيرة لندن بقى، فالمفاجأة الكبرى ان ارسنال هو المحتل لقمة الدوري. الارسنال فريق كبير وكل حاجة، واحد من الفرق اللي انا بحبها واللي هي اللي حببتني في الكرة اصلا ايام تيري هنري بقى والحاجات دي، لكن المهم ان الارسنال النهاردة عنده ماتش مهم جدا مع استون فيلا، وناس كتير قوي بتقول لك ان ارسنال في الموسم دوت عامل زي الفيل اللي طلع فجأة قاعد على جذع الشجرة، متعرفش الفيل ده طلع كده ازاي، وكمان تبقى متأكد ان جذع الشجرة ده مش هيستحمل الفيل وقت طويل، واكيد اكيد هيتكسر. لكن من وجهة نظري انا شايف ان الفريق مقدم نتيجة كويسة واداء ممتاز وصبر على ارتيتا الموسم اللي فات، واللعيبة حفظت الفكر بتاعه، وبالتالي النتيجة والاداء ده مش من الفراغ. لكن برضو حلاوة الدوري الانجليزي بتقولك ان غالبا الفيل ده هيقع، برغم ان هو الفريق الوحيد اللي محقق الفوز في كل المباريات اللي لعبها لغاية دلوقتي، وواخد 12 نقطة من 3 مباريات. النهاردة كمان ليفربول هيلعب مع نيوكاسل في مباراة مش سهلة نهائي، لا على ده ولا على ده. نيوكاسل اللي قدر يتعادل مع السيتي 3-3 وكان متقدم أغلب فترات المباراة، وليفربول اللي فعلا بيعيش أسوأ فترات يورجن كلوب مع الفريق. والموضوع على فكرة ملوش دعوة برحيل ساديو ماني. ما يغركش كمان 9-0 بتوع بورنموث، ونيوكاسل مش فريق سهل، فريق منظم وإمكانيات اللعيبة بتاعته ممتازة جدا، وهنشوف ماتش حلو. نروح بقى لمانشستر سيتي اللي هيلاعب نوتنجهام فورست، الماتش سهل نسبيا للسيتي اللي عنده لعيبة جبارة وإمكانيات رهيبة، كفاية هالاند والهاتريك بتاع الماتش اللي فات. هيبقى ماتش برضه حلو قوي. السيتي في المركز التاني ورا الأرسنال، مستني أي تعثر للفريق عشان خاطر يرجع تاني لصدارة الدوري واللقب اللي هو أصلا محققه بقاله 2 سنين. الفرق بين الأرسنال والسيتي نقطتين بس. المهم الدوري الإنجليزي النهاردة هيتلعب فيه 5 مباريات، مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست وبورنموث وولفرهامبتون والأرسنال وأستون فيلا، الثلاثة دول هيتلعبوا في نفس الوقت الساعة 8:30 بتوقيت القاهرة، أما ويست هام يونايتد وتوتنهام هيلعبوا الساعة 9:15، وأخيرا ليفربول هيلعب مع نيوكاسل الساعة 9 بتوقيت القاهرة. ماتشات نار، أشوفكم قريب إن شاء الله، سلام.